انا كده سمعت، معلش. حضرتك يا فندم انا بسألك كمسلم سني، انت راجل عشت في ظل الاسلام السني كما تقول، لو عشت ومت ما كنتش تعرف الحديث ده هيأثر في معتقدك؟ اهل الدين سنة القرآن معلوم من الدين. لا، ما هو عندنا المعلوم من الدين بالضرورة الذي لابد ان يتعلمه كل انسان مسلم سني. الفقه والعقيدة واصول ديني، يعني اصلي ازاي، اصوم ازاي، احج ازاي، يعني راجل على قد. انا مش راجل متعمق في الدين ولا حاجة، انا مجرد راجل ماسك تيك توك ما شاء الله، وبدأت لما انت الحاجات دي راجل على تتعرض قدك عليا. يا ابو محمد، لما انت راجل على قدك وماسك تيك توك وبتقول اه لي انا على قدي حتى في المعلوم من الدين بالضرورة حضرتك تجهله، فما بالك فيما غير هو ذلك وما ادنى من ذلك، حضرتك بتقول لي ولا تركنوا الى الذين ظلموا. دكتور اشرف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. والله انا معدي، لقيت حضرتك بتتكلم تمام، عن يعني انت حتى لو مشروع. قرأت رواية سالم سبان انت قريت حديث امبارح، هك شيء ولا سني يا اسمه فندم؟ حديث البدر. انا سني افندم من المنصوره. اتفضل يا فندم. حديث لقيت ناس بتتكلم فيه شيعه وسنه، تمام. حديث ايه يا فندم؟ اسمه حديث اللد. اللد يا فندم، حديث ان الايه؟ النبي كان اللد اللد. اللد اللد. اه، والله الحديث ده يا فندم انا قعدت اسمع المتناظرين السنه وحصل والشيعه في مناظرة، الحديث ده. معقولة في مناظرة على اللد؟ اه والله، والله ده تهريج يا عم، تهريج يا عم الحاج والله. ما انا بقول لك اهو بقى. انا الحديث اللي انا فهمته ان هو موجود، لان الاخ ابو عائشه النووي ما انكروش، ما هو الحديث تمام. موجود ورديت عليه، ده انا رديت طيب، على الشبهة دي بسؤال واحد فقط يا فندم. ما هو انا ما هم قعدوا ساعتين وانا قعدت اسمع ليهم لغاية أنا ما وصلت حاجة من اتنين. والله دكتور، يعني الواحد تعب أقسم بالله. يا إما الواحد يسيب الإسلام خالص، لا شيعة ولا غيره بقى، أه والله، ولا سنة، يا إما ما معلش، طب يصدقش في حديث استاذ اسم عائشة. حضرتك ايه يا فندم؟ اسمي زعامة. لا، اسمك الحقيقي ايه؟ هو يفرق مع حضرتك اسم الحقيقة؟ يعني انا ديك اقول لك يا زعامة أبو محمد، أبو ابو محمد، محمد. ابن ماشي ابو محمد، محمد، ماشي ابو أبو محمد، محمد. ابو محمد حضرتك مسلم صح؟ مسلم سني. طيب حضرتك الحديث أه. ده سمعته او ما سمعتهوش كان هيأثر في عقيدتك بشيء؟ هو لما انا اسمع ان النبي كان عيل صغير شفت، وساعة رد على زيارة سؤالي يا الملك استاذ ابو احمد، ابو محمد، عشان بس اجاوبك واستمر معاك. هل الحديث ده ايوه كنت يا فندم، عرفته ولا تركنوا الى الذين ظلموا، يا لان استاذ الحديث ابو زي ما محمد، اتقال امبارح. يا استاذ ابو محمد، سمعني يبقى ولا لا مو تركنوا الى سامعني؟ الذين ظلموا. سامعني ولا مو اتفضل يا فندم، سامعني؟ انا كده سمعت، معلش. حضرتك يا فندم انا بسألك كمسلم سني، انت راجل عشت في ظل الاسلام السني كما تقول، لو عشت ومت ما كنتش تعرف الحديث ده هيأثر في معتقدك؟ أهل الدين سنة القرآن معلوم من الدين. لا، ما هو عندنا المعلوم من الدين بالضرورة الذي لابد أن يتعلمه كل إنسان مسلم سني. الفقه والعقيدة وأصول ديني، يعني أصلي إزاي، أصوم إزاي، أحج إزاي، يعني راجل على قد. أنا مش راجل متعمق في الدين ولا حاجة، أنا مجرد راجل ماسك تيك توك ما شاء الله، وبدأت لما الحاجات أنت دي راجل على تتعرض قدك يا عليا. أبو محمد، لما أنت راجل على قدك وماسك تيك توك وبتقول آه لي أنا على قدي حتى في المعلوم من الدين بالضرورة حضرتك تجهله، فما بالك فيما غير هو ذلك وما ادنى من ذلك، حضرتك بتقولي ولا تركنوا الى الذين ظلموا. حضرتك في حديث ايوه، اللد انا رديت عليه بسؤال بسيط قوي، عشان اللي عمل مناظره فيه انا مش عارف عمل مناظره ازاي بصراحه. يعني حديث يتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، لدوه يعني اعطوه دواء، فقال لا تردوني، قلنا كراهيه المريض للدواء، ماشي، فقال فلدوه، فقال لا تردوني، قلنا كراهيه المريض للدواء. ايه المشكلة في الحديث بقى؟ نفسي افهم اللي خلاك تقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا، يعني ايه الاشكالية عندك في الحديث؟ اقول لحضرتك، لما قالوا الحديث بيقول لددنا رسول الله في مرضه، نعم فقال لا تلدوني، نعم كنا قلنا ستنا عائشة اللي بتقول، نعم قلنا كراهية المريض للدواء، اه فلما أفاق قال ألم أنهكم ألا تلدوني، كمل. وأمر إن كل اللي موجودين يشربوا الدواء ما عدا العباس. ممتاز، المشكلة عندي في الحديث ايه حلو المشكلة أوي، بقى عندك؟ حلو. أولا، اللي بيكره يشرب الدواء وفيه مصلحة ليه، علشان مر هو الطفل الصغير، يا لأن راجل كراهية المريض يا للدواء. راجل خلينا أكمل يا فندم، يا أقول راجل لك فهمي، أقول لك فهمي وصلح لي، أقول لك فهمي يا دكتور وصلح لي، تمام، من غير ما تتريق عليا والنبي، ومن غير ما تضحك عليا، يعني رد عليا زي الشيعة ما بيرد كده بهدوء، رد عليا بهدوء يا والله أخي، يا فندم خد انا شفتني راحتك. اتعصبت يا فندم ولا حاجه؟ ده انا بضحك والله. ما انت تسخر مني ومن لا كلامي انا بضحك، ومن حضرتك شكلي. بتقول اللي بيكره الدواء هو المريض الصغير.
تمام. يعني حضرتك انا راجل في سني ده، بعد اذن حضرتك، في راجل في سني ده، في مريض، اسمع بس، في مريض يكره الدواء، انا اقسم بالله بكره الدواء، احب الحقن، عارف الحقن اللي هي اللي احنا على السرنجات، احسن ما اخد اللي هو الدواء الشرب، ماشي. في مريض ما بيعرفش ياخد برشام، في مريض بيكره يخش عمليه وهي ضروريه بالنسبه له، سواء كبير او صغير. فحضرتك بتحممش قاعده، بعد اذن حضرتك يا فندم، بعد اذن حضرتك يا فندم، ما تعممش قاعده غلط. فبتقول في اشخاص تكره وفي اشخاص تحب، بس حلو تمام، حلو تمام. انا اقول لك ايه 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 اللي عندي، ايه اللي حصلت في المشكله فيه، ورد لي عليه، بس يعني استحملني دقيقه اشرح لك ايه اللي انا فهمته. قول ايه اللي انت فهمته. حلو قوي. كراهيه المريض، اولا الحديث كده فيه معصيتين، لان الرسول قال لهم لا تلدوني، كلام واضح، لا تلدوني، هم لدوه. هل ده معصيه؟ انا راجل عادي انا بعتبره معصيه، لا اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. الثانيه، المعصيه الثانيه، هو قال لهم اللي موجودين كلهم يشربوا من الدواء، الموجودين ما شربوش من الدواء. مين قال لك يا فندم؟ حلو جدا، حلو جدا، واحده واحده. والاولانيه كانوا استمعوا كلامه، معلش بعد اذن حضرتك، مين قال لك يعني يا فندم، مين قال لك ان هم ما شربوش؟ يعني جبت منين الدليل ان هم ما شربوش؟ بس طيب يا دكتور، المنطق بيقول، المنطق اللي ما سمعش كلامه في الاولانيه لما قال لهم ما تسالوش الدواء واعتبروه عيل صغير وسقوا الدواء، مش هيسمعوه في الثانيه. طب عندما تتحدث عن النبي تحدث بادب. ده نبي يا فندم. ايوه يا فندم، بعد اذن حضرتك ما تقولش عيل صغير عشان عيب الكلام ده. الحديث، منطق الحديث، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبي صلى الله عليه وسلم. فاستحملني، قلت لك استحملني، انا بس سمعت الحديث ولما لقيتك بتتكلم قلت اسالك. انت ما انتش يا جماعه الدقون، الدقون بيقولوا لي انت شيء اطلع بره. لما لقيتك يعني ماشي قلت هتفهمني. اتفضل. الجماعه السلفيين يا فندم بيقولوا اطلع بره. ولما اجي اساله يقول اطلع بره. تمام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الستين عائشه رضي الله عنها ما كراهيه المريض للدواء. انت جبت منين ان ده كراهيه المريض للدواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس على اذن حضرتك يا فندم، على اذن حضرتك يا فندم، بس الله يصلح حالي. الان بس عايز اوضح حاجه في معتقد اهل السنه الكبير والصغير عارفها. هل كل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم في معتقد اهل السنه والجماعه، بما انك راجل سني، هو من باب الوحي الالهي، ولا هناك اقوال اجتهاديه للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا؟ اتفضل رد عليا. لا، هو النبي عندنا معصوم في التبليغ بس. شوف انا مش ده سؤالي والله يا فندم، هل كل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب الوحي الالهي، ام هناك اقوال اجتهاديه للنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاشخاص فيها كبشر عادي؟ والله زي موضوع النخل، لما تعامل كبشر عادي وقال لهم ما تعملوش النخل، ولما سمعوا كلامه ولم يلقحوا النخل قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، يعني كان بيتكلم في الدنيا. طيب حضرتك يعني. موضوع رفض علي ايضا لان يمحو رسول الله، هل نقول هنا وقع في معصيه؟ مين؟ علي بن ابي طالب عندما قال لا امحو رسول الله، وقع في معصيه؟ امحو ايه؟ علي قال ايه؟ لا امحو رسول الله، هل وقع في معصيه؟ يعني ايه لا امحو رسول الله؟ حضرتك مسلم سنه يا فندم؟ ايوه يا فندم مسلم سنه. صلاه الجنازه كم تكبير عند اهل السنه يا فندم؟ أربعة يا فندم. طب حضرتك إزاي مش عارف المعلومة المهمة؟ إزاي حضرتك مش عارف المعلومة المهمة في موضوع صلح الحديبية وجاي تتكلم في موضوع اللد اللي محدش يعرفه إلا أطفال الشيعة؟ والله ما أعرف، والله ما أنا بقول لك أنا سمعته على التكتيك. يبقى إذا حضرتك نتفق أنا وأنت أن ليس كل قول للنبي يعتبر تشريع إله، تمام؟ زي ما حضرتك كده بتتعامل مع يا أستاذ بعد إذنك. خليه بيقول لمراته، أنا بقول لمراتي ما تسقنيش الدواء. انا راجل عادي بقول لمراتي ما تعمليش كذا. تقوم تعصامي، خلي بالك هو راجل عادي جدا. انا لسه داخل في الصفحه بتاعتي يا شيخ لقيت كل. اتفضل يا ابو يزن. اقول لك يا شيخ، انا دخلت صفحته من شويه لقيت المنشورات كلها شيعيه اصلا، يعني هو اصلا لا اشكال لدينا يا ابو يزن، لا اشكال. انا اتعامل معاك يا مسلم سني يا ابو يزن وخليه قاعد. حضرتك بتقول لي انا بقول لمراتي لا تفعلي كذا، تمام؟ وهي ترى ان المصلحه لك في هذا الشأن. استنى بعد استنى إذنك. استنى بس استنى استنى، الاخ اللي بيتكلم هو ده كانت الحجه بتاعتك ان خلاص. طيب يا استاذ شوف، انا بتكلم معاك وقلت لا اشكال، حضرتك هتطور الحوار مع اخونا ابو يزن، يبقى حضرتك مش عايز تسمع كده، تمام؟ شوف انا هتعامل معاك انك مسلم سني للنهايه، وارد لك على كل اللي انت بتقوله للنهايه،
ولكن لما تيجي بقى تخش في حوار جانبي ده مش بتاعتك انت يا استاذنا. حي الله اخونا الحبيب فاضل، بحب القران، شاركوا البث يا احب. فحضرتك اطلع تاني اطلب جست بعد اذن حضرتك وتناقش معايا، ممكن ولا مو ممكن، وما تخشش في حوارات جانبيه، ممكن ولا مو ممكن. تمام يا اخونا ام ايه، وصلت يا طيب؟ بس احنا بنرد على الشبهه سواء كذا او كذا او كذا، تمام، بس من باب الرد مش اكتر. اتفضل يا استاذ زعامه، فهمت يا استاذ محمد ولا ما فهمت؟ اتفضل يا فندم. حضرتك بتقول انا بقول لمراتي ما تدينيش كذا اديتني كذا، تمام، او عملت معصيه بالنسبه لي. انت تسميها معصيه ولكن نحن نسميها حب شديد من السيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك مفهومك لا ينطبق على مفهوم الباقي البشر، كالذي يطلب من ابنائه الا يجلسوا معه في مرضه فجلس معه الابناء، هل تلك معصيه ام محبه من الابناء؟ محبه من الابناء زائده وليست معصيه لامر الوالد الا يجلسوا معه في المرض. فحضرتك تنظر اليها بمنظور المعصيه وهم نظروا اليها بمنظور الحب والشفق على بعد اذنك انا برد، بعد اذن حضرتك انا برد. فنظرتك يا فندم غير ملزمه لينا، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت كده يا فندم بتدخل راس العجل في الدلال. طب حضرتك يعني يا فندم خلي العجل ينفعك، انزل بقى خلي العجل ينفعك. ده شكله هو حافظ مش فاهم ورب الكعب. انا ليس ملزم لي فهمك للنص، انا ملزم ليا ان انا افهمك النص. فهمته بقى ما فهمتوش، عايز تقاوح ما تقاوحش، لا اشكال عندي. اما بالنسبه للشيعة في هذا يعني كيف قامت مناظره على هذا الحديث انا لا اعلم، يعني ومين اللي عملها انا ما اعرفش. ده الحديث لما نيجي نسال الشيعة سؤال في هذا الشأن، هل شرب النبي الدواء بعصمة أم باجتهاد منه؟ هيخش جوه الحيطة على طول مباشرة، مباشرة. طب نرجع تاني، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الموقف كان فيه سوء أدب من زوجات النبي مع النبي؟ ما حدش قالهم من الأئمة المعصومين في الفكر الشيعي الاثنى عشر. فلما تيجي تتكلم معايا اتكلم معايا بما قال الإمام، فهمك السقيم لا يلزمني. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تلدوني وهي عصت النبي، ثم يموت النبي بين سحرها ونحرها. يا سلام على قمة التناقض، كرجل سني وكان آخر عهد ما بينه وبين أم المؤمنين عائشة أن استاكت بسواك النبي واستاك النبي بنفس السواك. لكن ازاي هو الفهم يا جماعة الخير؟ انا مركب غلط، اصل انا اقول لمراتي ما تدينيش الحاجة وتيجي تديها لي دي معصية. لا يا حبيبي، في فرق ما بين المعصية وفي فرق ما بين المحبة. زي بالظبط كده لما تيجي انت تمسك ابنك تشرح بطنه عشان تطلع من بطنه مثلا المرارة، ايه واحد يشوف لك ايه الجاحد ده اللي بيشق بطن ابنه عشان يطلع المرارة؟ يا عم ده مريض، لازم نفتح بطنه عشان نطلع المرارة عشان يعيش، عشان احنا بنحبه. زي كده اللي بيكوي جرح ابنه مضروب بمقطوع ما فيش خياطة فكوى ايده، واحد شافه بيكوي ايديه، شوف الراجل الجاحد بيكوي ايد ابنه ازاي. هو دي وجهات النظر اللي بتختلف يا فندم، لكن عايز تكلمني وكلمني بالنص بقى يا فندم. وجهة نظرك لا تلزمني،